شرف كبير جدا ليا ان انا اقابلك النهارده. بتقول لك شكرا. هي قلبت اجنبيه يا فندم ولا ايه؟ لا الحقيقه المدام تينكا جدا ما بتتكلمش مع اي حد، فجايباني عشان اترجم لها. ازاي؟ دي مكلماني من يومين في التليفون. معقوله؟ اصلها المدام راحت للدكتور امبارح قال لها ان هي صوتها رايح عشان كانت في الاستاد بتشجع، وحتى انا اللي كلمتك في التليفون، حتى ساعتها قلت لك مسعود نتقابل في الاتيليه بعد بكره ان شاء الله، صح؟ مش ده الصوت اللي كلمك؟ ايوه فعلا صح فعلا. هي منقيه ان انا مخصوص عشان عندي الموهبه دي. ما دي بقى الله يخرب بيتك. طيب يا فندم، يعني انا مقدر حضرتك جدا، بس انا مضطر استاذن واجي لما تتحسن بقى ان شاء الله. لا استنى حضرتك، ده الدكتور قايل لها ان هي ممكن تموت فيها لو ما سجلتش النهارده. استنى عشان خاطرك. عشان خاطرك؟ عشان خاطر هي، عشان ممكن تموت فيها لو حصل حاجه. اتفضل. ماشي يا فندم، ماشي حاضر. يلا طب دور خالد. دور خالد يلا. يا فندم انا اللي بقول له. انا اسف اتفضل. عرفينا بنفسك يا فندم. حلو جدا الضحك، هناخدها معانا، بس ممكن بس عشان الوقت تعرفينا بنفسك. هي بتقول لك ان اسمها ابتسام. ده ابتسام باين قوي يعني واضح. تمام. طب حضرتك بدات ازاي يا فندم؟ بص، يمكن الناس فاكره ان انا اتولدت وانا في بقي معلقه ذهب، بس الكلام ده مش صحيح خالص. انا واخدها من تحت قوي قوي فعلا يعني. ستوب يا خالد. استنى كمل يا خالد، ايه المشكله حضرتك؟ يا فندم انا بعمل معاه حوار، هي مش انت. انا اسف اتفضل. دور يا خالد يلا. يا فندم انا اللي بقول له يلا. يا سيدي انا اسف خلاص. فندم حضرتك بدات ازاي؟ يا ده يمكن من اكتر من 80 سنه. باباها كان ترزي، مامتها كانت بتحب الموضه جدا او كانت راقصه شمال مش فاهم، لحد ما الثعلب بتاعها مات. ستوب يا ابني. يا فندم ثعلب ايه اللي مات؟ واضح جدا من الحركات يعني ان هي كانت ضد الانتهاكات اللي بتحصل للحيوانات. يا سيدي لا، كان عندها ثعلب ومات فعلا، وكان مكار جدا على فكره. انا حاضر معاها كل الحاجات دي، احنا اصحاب من واحنا صغيرين. يا فندم ممكن تسكت عشان حضرتك بتتكلم غلط خالص. انا اسف. وسيبنا نكمل يعني. دور يا خالد. يا فندم انا اللي بقوله دور. يا سيدي انا اسف. دور يا خالد. تقريبا خدت 8 غرز في دماغها وهي صغيره. حاولت تبيع نفسها، بس زي ما انت شايف شكلها محدش اشترى. تمام. وقعدت تلف على اللي يسوى ولا ما يسواش، تلف ترابيزه ترابيزه على اللي يسوى ولا ما يسواش، تلف بيت بيت على اللي يسوى ولا ما يسواش، لغايه ما زهقتنا خلاص. يخرب بيتك. انت اللذينه. الوليه السعرانه قرمتني في ايدي، بلان بي باظت، يلا على بلان سي. ستوب يا خالد، يلا يا شوشو. يا لهوي يا اختي، هوديكم في داهيه، هحبسكم. هو في ايه يا فندم؟ حاضر يا مس، هو غرفه 165 بيشتكي الجس بتاعها ان طبق الفاكهه ما فيهوش الا برقوقيه واحده بس، ما ينفعش كده. والله ما اوانه. حاضر، احط لكم بوت؟ اتصرفي، انا واثقه فيكي. ماشي. اسراء. ايوه يا مستر مالك. تعرفيش وسيم فين؟ مستر وسيم مشي من شويه يا فندم، ما قالش هو رايح فين. يعني ايه ما قالش هو رايح فين؟ يعني ايه يمشي كده وما نعرفش هو راجع امتى؟ انا شكيت ان عنده حاجه في البيت وكلمناهم وما ردوش يا فندم. كلمتيهم ايه يا فندم؟ كلمناهم في البيت، واضح ان كلهم خرجوا. الله. طب جابي له ماسوني؟ عرفت على البوابه ان هم مشوا معايا يا فندم. يعني ايه الكلام ده؟ اكلم وسيم 7 مرات يكنسل عليا؟ وسيم اللي كان افكر بس ان انا عايزه الابي يطلبني قبل ما اخرج التليفون من جيبي، الابي يكلمني؟ لا انا مش هسكت على الكلام ده ابدا. لا لا لا. بليز بليز سمبادي هيلب مي. بليز بليز سمبادي هيلب مي. او ماي جاد او ماي جاد بليز سمون هيلب مي. يا نهار ابيض. هيلب مي ايه وكلام فاضي ايه؟ مين اللي طلع البنت دي فوق؟ انت يا بنت اللي طلعك فوق؟ اهدى يا مستر مالك اهدى. دونت وري مدام، ايفريثينج ويل بي فاين اي بروميس. اقول لك هاتي منشار ننشر الشجره وال البنت الطاوله. منشار ايه يا مستر مالك؟ طب هاتي لي بسرعه مرتبه الطوارئ من جوه. مرتبه الطوارئ في غرفه السكيورتي، والمفتاح مع مستر وسيم بس. طب وبعدين اعمل ايه دلوقتي؟ مستر مالك ما تقلقش، انا هتصرف. وبعدين يا جميل احنا ما ينفعش نخسر، احنا معانا الموبايلين يا ابني. العمل عمل ربنا بقى، وسيم بيه هنعمل ايه بقى؟ لازم نتصرف. العصير يا باشا. هات يا سيدي العصير. اسك اتفضل حضرتك. شكرا يا حبيبي. شكرا مش محتاجين حاجه. شكرا يا سيدي. شكرا يا اكل. لما نعوز حاجه اقول لك. خلاص يا جميل،
اشرب العصير وراوق. ده تمن عصير نشربه، انا عايز اخش الحمام مش قادر. بصوا حلو قوي. المهم احنا لازم نركز في الفقرة ديت، بس خلي بالك ده اخر فقرة. شاب محتاج واسمه درويش مش عارفين يلموا له تبرعات، فعايزين متبرع للسبونسر. حلو، اخش واعمل نفسي فاعل خير. فاعل خير ايه؟ بقول لك متبرع للسبونسر. ما هي متخلف. اه صحيح. وايه مش عارفين يلموا له تبرعات ليه يعني؟ تقريبا حاجة بفلوس كتير قوي، شقة، عربية، الإعداد قال لي كده. تقريبا حاجة بنص مليون جنيه. نص مليون نص مليون أدفع، المهم إن إحنا ما نخسرش. ما إحنا كده كده كسبانين، ماسو كده كده خسران، إحنا عاملين سكور يا وسيم بيه. كلمني الإعداد. كلم لك مين؟ بكلمني الإعداد يلا يا مان. حاضر حاضر، كلم لك الإعداد. أستغفر الله العظيم يا رب. اتفضل. ألو؟ أستاذ مسعود، أنا وسيم السريتي. صديق البرنامج ومن أشد المعجبين بأستاذ شريف. أشد المعجبين بأستاذ شريف. أنا سمعت عن حالة الشاب درويش ده وعايز أساعده. فعلاً يا مستر وسيم؟ أيوة طبعاً. في إيه؟ أنا أعمل أي حاجة عشان البرنامج، بقولك أنا صديق البرنامج، وعلى فكرة أنا معايا ابن عامل برنامج الأستاذ جميل. أنا هعمل أي حاجة عشان الأستاذ درويش يقف على رجله تاني. ياه، والله الدنيا لسه بخير. انت عارف ان احنا كنا قررنا نلغي الفقره دي عشان خاطر محدش موافق. لا تلغي الفقره ايه يا معلم؟ لا ما مش للدرجه دي يعني. انتوا ايه فاكرين البرنامج ملوش اصدقاء يقفوا جنبه يعني ولا ايه؟ انا هتبرع للشاب ده بحوالي 100000 جنيه. 100000 جنيه؟ 100000 150000 جنيه، 200000 جنيه، 500000 جنيه. يلا. لا 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 يا مستر وسيم، الموضوع مش هنا خالص. درويش مش محتاج فلوس، درويش محتاج حد يتبرع له كليته عشان العمليه. كليته؟ أنا مقدر والله إن الموقف صعب والطلب اللي أنا بطلبه ده كبير، لو حياتك مش موافق خلاص أنا هلغي الفقرة. لا تلغي الفقرة يا معلم، لا مش للدرجة دي يعني، لا الموضوع بسيط جدا. ثواني معلش بعد إذنك. أنا هتبرع بكليتي وأنت هتتبرع لي بكليتك. ليه؟ هو كده؟ ليه كده؟ هو كده؟ أنا مالك؟ هو كده؟ خلاص بقى عشان أنا جاي لحضرتك دلوقتي. حسبي يا إسراء، حسبي يا إسراء، أنا هاخدها وأنقذها. ثانك يو ثانك يو. على إيه؟ ده شغلنا. من فضلك خدي بالك منها، افرض انا مش موجود. ايه بخالي، انا كنت خايف عليكي جدا عشان تقعي. مستر مالك انا اقع بس الفندق ما يقعش. ايوه بس كان ممكن تتعور. مستر مالك انا اتعور بس الفندق ما يتعورش. الاوفر ده يخرب بيتك يا بنتي. انا بعمل كده. نورنا والله يا مستر وسيم. استاذ مسعود ازاي حضرتك؟ انا لعلمك انا في الخير سباق جدا. وعلى فكره اللي انت بتعمله ده مش اي حد بيعمله، ربنا هيجازيك عليه خير كبير قوي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. على فكره الخير احنا اللي بنحتاجه مش هو اللي بيحتاجنا، ودي مش اول كليه انا اتبرع بيها. مش اول كليه؟ على فكره اي بني ادم في الدنيا عنده اتنين بس، فده مستحيل لجات برع حاجه تانية. اتنين بس؟ ده ايه بقى التانية بقى؟ كانت الكبد او حاجه كده مش فاكره. انا قلت لهم نيموني وافتحوا وخدوا اللي انتوا عايزينه بقى، الخير كتير زي ما انت شايف كده. لا شايف. انت مش عايز حاجه؟ والله انا محتاج حاجات كتير قوي. طب مد ايدك خد اللي انت عايزه. لا لا خليك، هستلف من حد تاني. ربنا يخليك. ازيك؟ ماشي روح. درويش مات ولا ايه؟ طمني. لا لا تمام، كله بخير، الدرويش تمام. هو بس استاذ شريف هيتاخر عليك ساعه عشان هيقدم فقره قبلك. بس يا سيدي ساعه ساعتين مش فارقه، انا قاعد كل عايزه خمس دقايق مع استاذ شريف خلاص. تمام يا بطل. تشرب حاجه ساقعه؟ لا حاجه ساقعه ايه بقى، انا الكلى عندي وجعاني قوي. ايه؟ بهزر معاك يا استاذ مسعود. معقوله؟ ماشي هستاذنك. اتفضل انا منتظر هنا في الصبح. ماشي. اهو مازو، مازو ازيك يا مازو؟ شريف ايه؟ انا اول مره اجري بالمنظر ده يا عم، شكل الموضوع يستاهل. عايز اتكلم معاك شويه. انا بحبك قوي بس انا مش فاضيلك، لازم اوصل للعين السوق. مش فاضيل راح فين؟ بس راح فين؟ الناس عايزه تعرف ايه الموضوع. لا موضوع ايه دلوقتي؟ اصل انا لو ما وصلتش دلوقتي هخسر المهمه، وانت ما ترضانيش اخسر المهمه. انا هدخلك معايا على الهوا دلوقتي على طول. لا هوا ايه معلم، كلمني كلمني بكره وانا هشرح لك كل حاجه. اكلمك؟ اه. ازاي يعني؟ حظك اني بحبك. طب الحمد لله. بس دقيقة والنبي، دقيقة بس. ما تقلقش، توصل عين السخنة على طول. يلا صبح اشتغل، نطلع على الهوا دلوقتي. ومعانا فيديو انتشر جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب اسمه يا كريم. 100 مرة أقول لك يا حبيبي ما تتفرجش على التلفزيون وأنت بتاكل عشان الأكل ما ينزلش في رجليك. من أجل دعم القضية المصرية. ماما شوف التلفزيون. بابا
اهلا بحضراتكم معانا، برحب بمظهر الشهير بمازو. حاضر حاضر وسرعة. معانا مازو صاحب فكرة انه يمشي من القاهرة لغاية العين السخنة. ازيك يا مازو، اخبارك ايه؟ كويس، مستعجل انت؟ والنبي اقول بس السؤال على طول، قولي بقى الفكرة دي جات لك منين وازاي؟ لا هي ما جاتليش، هو اللي بيقولها لي. هو مين اللي بيقولها لك فندم؟ خيالي جالي وقالها لي. خيالك جالك بيقولها لك؟ اه. طب انت عارف ان انت دلوقتي بقيت راجل يعني ملهم جدا للشباب؟ ملحد؟ ملهم. ملهم. انا والله ما اعرف يعني ملهم، بس هي طالما حضرتك اللي قلتها تبقى اكيد حاجه كويسه. متشكر يا فندم. طيب توصل بالسلامه ان شاء الله، بس قول لي الاول. قول لي. لا استنى بس، قول حاجه للناس بقى اللي بتشوفك دي. لا انا عايز اقول حاجه لوسيم صديقي. عايز اقول له وسيم، انا فاضل لي ان شاء الله 9 كيلو واوصل للعين السخنه، بعديها هتبقى على راي سعدون، يو ويل نيفر ووك اجين. سلام عليكم. في حاجه انا مش فاهمها. مش فاهمه خالص. هو هكون لسه هوا يا عم. ليه حرام؟ انت خسرت، مع انك معاك تليفونك وتليفون مازو. مبروك لمازو. خنقت. مالك يا سوسين، في حاجه؟ مفيش، انا همشي. هتمشي؟ طب والتبرع الحلقه؟ طيب لا اصل انا افتكرت كده، يعني افتكرت ان انا برات بالكليتين قبل كده، فانا اسف. بعد اذنك. انا عايز اقول يا بخت ولادك يا بلدنا. تعرفي حضرتك، احنا كل يوم بنستجب بكم الطاقة اللي موجودة في شبابنا. يعني واحد زي ده لو تقال له خد 1,000,000 جنيه واعمل المشوار ده، طبعا مش هيعمله. يا مظهر يا ابن النصابة. ماما، مازو دخل سباق جري؟ سباق جري ايه ده؟ مكسح ده، بينهج وهو طالع في الاسانسير. ده شكله رجع يلعب، بس بيلعب ازاي؟ موبايل اللعبة مش معاه. مستر مازو، مساء الخير. انا مطلوب مني ان ارجع حضرتك البيت. لا بيتي انا لسه قدامي 8 كيلو، معلش. لا ما حضرتك، انا مطلوب مني كمان ان اوصل لحضرتك الشنطه دي. ايه ده؟ اتفضل. الو. مبروك يا مازو، انت كسبت مع ان تليفونك مش معاك. برافو. كسبت ازاي؟ انا لسه ما وصلتش العين السخنه. هو وسيم عمل حادثه ولا ايه؟ مات؟ بعد الشر، انت عملت المطلوب. المهمه كانت ان انت تطلع مع شريف عامر، وطلعت وكسبت. مبروك عليك 600,000 جنيه. ما تنساش تاخد تليفونك من وسيم، اصله ضارب عليه من امبارح. سلام. 600,000 جنيه مع شريف عامر؟ يا وسيم الكلب، وديني على البيت. اتفضل معانا يا باشا. اتفضل يا باشا. هات الشنطه. هات الشنطه. اتفضل. ايه؟ كملوا انتوا بقى القضيه. ها كملوا. البطل اعتمد على نفسك يا بطل، كلنا في ظهرك يا بطل، كلنا معاك. ما خلاص بقى يا شيماء، انت تقعدي تتفرجي على الفيديو اليوم كله؟ هموت، نفسي افهم ايه الهبل اللي بيحصل قدامي ده. خططي خطط مازو. طب بقول لك ايه، اعملي زي ما ويسو قال لك، ادخلي على الاوضه واقفلي على نفسك من جوه. ماشي ماشي. ايوه ويسو، مفتاحك فين يا حب؟ مش عارف، يا قلبه شكلي نسيت في العربيه ولا ايه. مالك يا حب، وفي ايه؟ معلش يا حبيبتي، مش طايق نفسي، عندي شويه حوارات كده. مش طايق نفسك ليه؟ هو في ايه النهارده ومشيت بدري من الشغل ليه؟ من ايه؟ ها صحيح، احنا اتفقنا ما نتكلمش عنه خالص في البيت، يعني الشغل نهائي. ها وخلاص. انا هخش انام، مش قادر. صحيني بكره على الشغل. قلتها قلتها والله. وقعتيني. يلا ويسو. انها مع بعض. تصبح على خير. وانت من اهل. ايه ده؟ مين ده؟ تلاقيه مازو. مازو؟ يا شيماء هنا؟ استخبت جوه. استخبت ايه ده؟ انا مستخبى. ايوه مازو فين؟ شيماء مش هنا ولا وسيم اللي فين؟ انت عايز وسيم؟ وسيم في اوضته. وعيلي اسم مازو بيفرقني. بيفرقني قاعد ميت وخلاص. يا رب يا رب. مش
ايه ده مصر انت جيت؟ طب بقول لك ايه والنبي تطلع وتقفل الباب كده والنور عشان تعبان نايم جدا واخد دواء كحه مش قادر. مستخبي ليه يا ويسو؟ مش تيجي تقول لي مبروك؟ مبروك صحيح مبروك. بقول لك ايه؟ مش انا الصبح لقيت الموبايل بتاع اللعبه بتاعك على الباسطه واقع يا راجل؟ ما سمعتنيش انت وبرضه ما عرفتش هندق انا قوي عشان صوتي رايح عشان عندي كحه وكده. شوف ازاي وانا اللي قالب الدنيا عليه. يطلع معاك. بتخش في اللعبة يا وسيم؟ بتضرب تحت الحزام؟ طب ما انت بتضرب بالحزام وما بفتحش بقي وما بزعلش. العين السخنة ها؟ بتبعتني يا وط؟ انا قلت العين السخنة؟ انا قلت لك اعمل حلقة سخنة، حلقة سخنة انا اسف. 120 كيلو مشي على رجلي يا كافر، مش على حمار حتى. يا عم انا حمار خلاص انا اسف. ماشي يا ويسو، اما وريتك اما فضحتك. يا اسراء يا اسراء بتعمل ايه متخلف؟ بتعمل ايه؟ انت عايز تقول اسراء ان انا بلعب معاك؟ اشمعنى مراتي عرفت يا سيدي؟ انت علاقتك بمراتك بايظه كده. انا واسراء حاجه تانية. شيماء دي متخلفه. يا وسيم شيماء يا نهار اسود على السواد اللي انا شايفه وانت هتشوفه حالا. شيماء ايه يا وسيم؟